السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور حمزة محمد الحلواني، أخصائي جراحة السمنة والتنظير وجراحة العامة بالمنظار، خريج الجامعة الأمريكية في بيروت في الجراحة العامة والمنظار، حاصل على الزمالة الأمريكية في جراحة السمنة من الولايات المتحدة الأمريكية في مستشفى أبينغتون جيفرسون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. مرض السمنة هو مرض مزمن متعدد الأسباب، مما يسبب ضغط فسيولوجي ونفسي كثير للمرضى، ويسبب زيادة في الأمراض المصاحبة مثل الضغط والسكري. نوفر في عيادتي علاج متكامل لمرض السمنة، ومنها العلاجات الجراحية مثل عملية تكميم المعدة أو ما يعرف بعملية قص المعدة، وعملية تحويل المسار، وعملية تحويل مسار 12 والبنكرياس. أما العلاجات غير الجراحية فنوفر بالون المعدة مع متابعة كاملة من أخصائية التغذية. في مجال الجراحة العامة فنوفر جميع أنواع الجراحات العامة بالمنظار عبر ثقوب صغيرة لا تتجاوز السنتي، مثل استئصال المرارة والزائدة الدودية، استئصال الكولون والأمعاء، واستئصال المعدة. وأيضا نوفر جميع أنواع علاجات الفتق عن طريق المنظار.